ولكن في سؤال يعني جه في دماغي كده وحابه ان انا ابدا بيه حوارنا، وهو عن الموبايلات الصيني. ازاي اقدر اعرف ان الموبايل اللي انا جايباه ده صيني ولا زي ما بنقول اوريجينال، على الرغم او اصلي، على الرغم من ان احنا بنبقى رايحين مش يعني بنشتري موبايل باسم معين، تمام، وممكن ان هو يطلع صيني، ممكن نتخدع وممكن نكون شارينه بمزاجنا. عايزين نعرف ازاي نقدر نحدد الاصلي من الصيني، وفي نفس الوقت في حاله ان انا رحت اشتريت بمزاجي موبايل صيني، ايه العواقب بقى اللي هتيجي من وراه؟ كلام جميل. هو في شقين في اجابه السؤال ده. يعني لو مستخدم عادي او حد بيشوفنا دلوقتي على الصبح كده، ممكن ما يبقاش خبير ولا عنده درايه كافيه. فخلينا نبدا بالناس البسيطه. انا ما اروحش لماركه معينه، براند ايا كان، ايه هو البراند العالمي اللي متعرف فيه، ولكن انا يهمني الماتيريال، الخامه نفسها بتاعت التليفون. في كود انا لو ضربت دلوقتي وطلبته على التليفون، نجمه شباك 06 شباك، اي تليفون على مستوى العالم الكلام ده. احنا عايزين نعيد الكود تاني، نجمه شباك 06 شباك 06 شباك. ده هيقول لي ايه بقى الكود ده؟ بقى انا بقول كده اوردر كده او امر للموبايل، اديني السيريال نمبر او الرقم التسلسلي العالمي اللي ما بيتكررش. ده اختصاره IMEI، سيريال نمبر، زي الشفره بتاعت التليفون او الهويه، زي رقم البطاقه. يعني انا دلوقتي لو انا وقفت في لجنه ومسكت البطاقه بتاعتي ووريتها مثلا للضابط، يكشف عليها، يكشف عليها عن طريق رقم التعريفي الهويه بتاعتي. نفس القصه، الكود نجمه شباك 06 شباك، انا ده بقول للموبايل اديني السيريال نمبر، وبطابق السيريال نمبر ده اللي بيظهر لي على شاشه الموبايل باللي على العلبه واللي على الموبايل من جوه. شيل البطاريه. اوكي. رقم واحد، بنلاقي فيه اختلاف ما بين السوفت وير والهاردوير، او السوفت وير والعلبه، تبقى العلبه مضروبه زي ما بيقولوا بالعاميه. ده رقم واحد. حلو ده. رقم اتنين، طب انا دلوقتي عايز ارتقي شويه بالمفهوم اللي انا عايز اقوله. نكتب مع بعض موقع ويب سايت عالمي. احط السيريال نمبر ده داخل خانه جوه الموقع، فهيقول لي السيريال نمبر ده خاص بموبايل ماركه كذا ونوع كذا. كده يبقى انا اتاكدت ان الموبايل دوت اكيد. انا بكشف على الموبايل او السيريال نمبر في قاعده كبيره جدا على مستوى العالم. يبقى ده معلومه مهمه. الموقع ده شركه طبعا. طب عايزين نعرف نمبرنج، اللي هو نمبر او نمبرنج اي ان جي، نمبرنج plans.com. تمام. numberingplans.com. هندخل على الموقع ده وهنحط السيريال نمبر اللي هيطلع لنا بعد ما نضرب الكود على التليفون. تمام. في خانه على الشمال كده اسمها numbering analysis tools، الاداه اللي بتحلل، تعمل تحليل للسيريال نمبر. طيب انا عايزه بس اقول لكل مشاهدينا من باشمهندس بيقول لنا على معلومات مهمه جدا، يا ريت نجيب ورقه وقلم كده زي ما انا وسهى قاعدين وبنستفيد، لانه فعلا احنا تليفوناتنا طول الوقت بتتعرض للمشاكل وبنبقى عايزين نحلها او نعمل لها الاسعافات الاول. حضرتك يا باشمهندس قلت ورقه وقلم وتكتبوا معايا. حضرتك قلت نمبرنج اناليسيس تولز، اللي هو تحليل الرقم، اداه تحليل الرقم. فبيظهر لي خانه. عايزين بس نقول بعدها الخطوه الثانيه بقى. بيظهر لي خانه كده او مربع اسمه IMEI، اللي هو السيريال نمبر او رقم التسلسلي يعني العالمي. هاتوا بقى اكتبوا اسمهم كده. IMEI ده المكان اللي نحط فيه السيريال نمبر المكون من 15 رقم. لما يظهر عن طريق الكود نجمه شباك 06 شباك. دي اول خطوه او خطوتين للناس البسيطه خالص. بعد كده لازم افرق، مش اي موبايل مكتوب عليه ميد ان تشاينا يبقى صيني صيني. يعني انا في عندي شقين للموبايل الصيني. هل الموبايل الصيني اللي هو مستورد عربي سافر الصين ومعاه شنطه فيها فلوس وراح للصين في المصانع، راح جاب ستوك ورجع بقى بالظبط كده، بيقول انا عايز مواصفات كاميرا 5 ميجا، الكوبي او الكوبي مثلا بتاع موبايل معين من البراندات العالميه، لا ده كده بقى صيني تحت السلم، او صيني متهرب، او الى اخره. يعني معنى كده ان الاسماء البراندات اللي معروفه الصيني دي امان، لكن مش الحاجات اللي هي مضروبه باسماء ماركات كبيره. ازاي بقى نقول امان؟ ازاي اجاوب على السؤال ده؟ اقول ان مثلا شركه من شركات مثلا المقر الرئيسي في اليابان او في تايلاند او في امريكا، دي فيها الايدي العامله مكلفه شويه. فانا باخد بعمل فرع، باخد
المصنع بنقل فرع تاني في الصين ولكن تحت مواصفات ومقاييس ومعايير عالمية. لا أنا بقصد حاجة تانية. هو ده سؤال تاني كنت هسأله لحضرتك، إن أصلا الأسماء الكبيرة كلها أصلا ميد إن تشاينا أو صنع في الصين كلها. لكن سؤالي ده حاجة تانية، إن في براندات أصلا صيني كبيرة ومعروفة ومشهورة والناس بتتعامل معاها، مظبوط، هل دي أمان ولا مش أمان؟ يعني ده غير بقى، غير إن أصلا البراندات أصلا كلها دلوقتي غير الموبايل اللي احنا بنقول عليه بقى تقليد. والناس طبعا فاهمة اللي احنا نقصد ايه. يعني كده احنا عندنا ثلاث فئات، عندنا التقليد وعندنا اللي هو أصلا صيني بس براند معروف، وعندنا اللي هو البراندات الكبيرة اللي هي أيدي العاملة في بلادها غالية فبتنزل تعمل في الصين عشان هي عاملة مصانع في الصين عشان أيدي العاملة أرخص. طيب هو السؤال قوي شوية، احنا عايزين نتكلم على الثلاث. هو السؤال التاني ده لو الشق التاني ده قوي جدا فانا عشان اتحاسب على الاجابه اللي انا اقولها فعايز اقول لك حاجه. هو موبايل صيني خلاص ومعاه شهادات وبراءات اختراع وكل حاجه ومعترف بيه دوليا، ولكن انا كمستخدم عربي غير المستخدم الاوروبي في عندي حاجه اسمها معامل الداس او معامل امتصاص الاشعه. المعامل او الميزان ده لما برج المحمول او الابراج اللي فوق المنازل بتبص اشاره بتعمل بس للاشاره، فانا والموبايل بنستقبل الاشاره دي. فلما الموبايل الصيني رضيء دون المستوى مش معتمد يستقبل الإشارة، أنا وهو بنستقبل الإشارة دي، فموجات الكهرومغناطيسية بتعمل على ارتفاع درجة الحرارة. فلما الموبايل يتخطى 20 دقيقة، كلام ده على مستوى العالم كله، امسك موبايلك واتكلم 20 دقيقة، حسيت برنين وزنة وطنين في الأذن الوسطى، اعرف ان انت الموبايل بتاعك ده صيني رديء. لو لقيت فيه سخونه في ودنك او حسيت انت في ارتفاع درجه حراره او موبايل يبقى ده سخن. موبايل. طب اسمح لي باشمهندس، يعني انا عايز اقول لك ان موضوع انه بيسخن كل الموبايلات بتسخن. لا مش الكل، في بقى هقول لك بس معظم والشحن بيخلص بسرعه، وموضوع ان احنا نحس بمشكله في ودننا ده حتى في الموبايلات العاديه يعني نتج عن ارتفاع درجه حراره الموبايل. يعني انت عندك سخونه وارتفاع، انت عندك برد خلاص. بس انا اظن حضرتك بتقول 20 دقيقه فدي يعني ده وقت كافي، ده وقت او عدد كافي اعمل تيست للموبايل انه ممكن بالفعل انه الموبايل يسخن حتى لو اي موبايل عادي ولا لا؟ مش كله، مش كله. انا واحد من الناس شايل نوع من الموبايل مش هقدر اقول اسمه ما بيسخنش نهائي وصيني عشان لا طبعا عشان عارف انا شايل ايه. فكل واحد حسب استخدامه. ممكن حد يكلمنا ده يقول لك ايه انا دكتور ومش عارف ايه ووظيفته بيتكلم كتير تليفون. في التليفون ارشح له بقى تليفون. انت مذيعه تشيلي تليفون ايه؟ ما هي على حسب الاستخدامات.